زملاء الكرام، السلام عليكم. راح أكمل درس الأستاذ وراح نبلش إن شاء الله ب لفريم سيستم بيلدينج، خلينا نسميه. راح نبلش من حيث انتهينا بمثالنا اللي تكلمنا عنه بالدرس الماضي عن الجوائز باتجاهين اكس وواي. راح نتابع الفريم اللي كان عندنا والاطارات اللي كانت عندنا او الجوائز اللي كانت عندنا بالمثال السابق. راح ننتقل مباشرة، انا راح اعمل ديليت للسبورت حاليا، بعملها بالقائمة على اليمين ديليت مبدئيا، بس راح ارجع السبورت. لنفترض ان عندنا مبنى من 5 ادوار، باخذ العناصر سيلكت هول ممبر، راح نعمل عدة ادوار من هال الفريمات هاي، ويل ميك مالتي كوبي باي تشوزينج ذا ترانزيشن ريبيت بتن. In direction Y أول دور عنا، خلي يكون عنا ارتفاعه يختلف عن الأدوار السابقة. The first story will be different high from the above similar store or floor. One step من نعمل copy one step will copy one step height 4.5 in y direction. بنروح للادوار المتشابهه، بنختار الدور الثاني وبنعمل عده نسخ باربع ادوار منه. اتجاه y number of step 4 height of floor 3.3. We will say okay. Now we have this is a floor. See how many floor? 1, 2, 3, 4, 5. لكن الأعمدة ما اخترناها. I will repeat the command for more information. حنحكي بالانجليزي شوي، معلش انجليزي وعربي. راح نكرر الاوردر لكن راح نشكل مع عملية تشكيل البلاطات او الفريمات بكل فلور. راح نعمل كونكت للبيم، نعمل اندو اندو، نرجع نختار الفريمات ترانزليشن واي دايركشن 1 ستيب هايت 4.5. نوتس هير وي ويل ميك لينك ستيب، وي ويل اكتيفيت ذيس تشيك بوكس، بنفعل التشيك الصندوق هذا اللينك ستيب، نقول اوكي. بنلاحظ عمل لي رسم الاعمده معاه. هلا ممكن عندنا طريقتين، يا مختار عفوا نرجع نختار الفريم بنفس الطريقة translation y 4 step 3.4 we will activate this checkbox or link step. نقول له we'll say okay. Now we have this building one floor 2, 3, 4 بلس ذا جراند فلور، 4 ادوار زائد الدور الارضي. ممكن نعيف البيمات بالدور الارضي بالجراوند فور على اساس ان هي جريد بيم. لاحظ بالمثال هون اذا عملنا عمليه 3 دي ريندر
فيو بتشوف العناصر اللي ما اعطيناها خصائص مقطع بعبارة عن خطوط. اما العناصر اللي لها خصائص بتطلع ب 3D ريندر. لاحظ معي، نرجع لنعطي لنعرف الأعمدة، نعطيها مقطع، نروح للبروبرتي، خلينا نعمل ديفاين ونعطي ريكتانجولار، خلينا الأعمدة نحطها 45 35، ونعطي اد لنعرف ونختار الأعمدة كلياتها مثل ما تعلمنا بالدروس السابقة من دروس الليت. بيمز بارل تو، نحن اعمدتنا هي باتجاه واي، لذلك بنقول له باتجاه سلكت كل شيء باتجاه او الموازي لواي، محور واي. بيمز بارل تو واي سلكت، بلاحظ اختار معي هون كل الاعمده. طبعا اذا الاعمده متشابهه ما هي متشابهه، بختار كل الاعمده لحال وبعرفها وبعرف للمقطع. طالما انفعل السكشن اللي هو اعتبرناه للأعمدة سكشن 3 و45 و35، والأعمدة اخترناها، انفعل assign to select beam، اقول له assign، وبذلك تم تعريف خصائص هذا المقطع. عندما عملنا نقل او نسخ للأعمدة انتسخت معها الفريمات والأعمدة وكل شيء. هلا بنرجع بنشوف اللود، نشيك عليها الديد لود، لاحظ باللون الازرق الحمولات على كل الفريمات، الحمول الثاني ايضا موزع على كل الفريمات. بنروح للود الكيس 2 نفس الوضع. اذا انتقلت معنا المقاطع مع الحمولات. بضل عندي ارجع لموضوع السبورت رياكشن، بختار العقد، بعمل جريد، ممكن اعطيه فيكس او بنت، ما عندي مشكله، بقى حسب نوع المنشأ عندك وحسب السبورت اللي عندك او الفيكس بات الانفورت انكلايند، او اذا عندك بالتي لاينر سبرينجر مشان فاونديشن، والانتقالات اذا في عندك هبوط مسموح تعطي قيمه الهبوط. الحين راح نختار فيكس، وطالما الامر انا مختار العقد للاعمده بعطيه الساين. إذا أنا عرفت بهالحالة السبورت للأعمدة. ممكن نعمل انزياح، نقول شي متر متر ونص بحيث نمثل الرقبات. إذا ممكن نعملها بدروس ثانية، راح نكمل نحن درسنا حاليا بس للمعلومية. بعد ما عرفت الحمولات او بالاصل معرفي، عرفت الاعمده، عملت ملتيبليكيشن فلور، الخصائص، الملف عندك جاهز هون لعمليه التحليل، الا اذا عندي حمولات ثانيه مختلفه ممكن احطها على اي عنصر من العناصر. بروح للاناليسيس برنت اول، بروح لعمليه الديزاين، بشوف الديفاين. عندي مختار، لاحظوا لازم ننتبه هون على الزر اليسار ستيل، انا لازم اختار، اذا عندي ستيل بختار ستيل، اذا عندي كونكريت بختار كونكريت، اذا عندي ستيل وكونكريت بختار، بعرف خصائص التصميم الستيل لعناصر ستيل والكونكريت لعناصر الكونكريت. نجي للخرساني اف سي، بنقول له تو فيو، يعرف لي اياها لكل العناصر. الاف واي تو فيو لكل العناصر، التراك تو فيو لكل العناصر تبع المنشأ، والديزاين بي معرف سابقا اخذ نفس التعريف باعتبار اخذنا كوبي. بنضيف هلا امر جديد اللي هو كولم ديزاين. هاد الكولم ديزاين فقط للاعمده، بنروح لسلكشن، امر كويس، نختار الاعمده البرل تو واي، الكولم بنقول له
assign to select beam already selected بنقول له assign. اذا عرفنا اعطينا امر التصميم الاعمده اللي هي العناصر. بنشوف بالرندر اذا لاحظوا عندي هون بالمنتصف مع الماوس الرندر 3 دي فيو بنشوف هون ما عندي اي خط دليل ان المنشأ 100% معرف. ممكن نعمل على فرد راح اعمل لكم شغله راح اضع عقدي انقل هالعقدة هاي انقلها لبرا المنشأ وراح نحلل وراح تشوفوا شو بصير على الاكس. خلينا نقول ستيب 1 ناقص 3 صارت عندي انا هون عقدة خارجية. اذا عملت عملية تحليل باعتبار المنشأ جاهز شوفوا راح يطلع معنا أنا بس مشان ننتبه. في عندي warning 2 warning راح نشوف ممكن نختار هون stay in the modeling mode او view output file. نشوف ال view output ونروح لل warning. اول warning بيقول لك joint number 121 not connected يعني في عندي انا عقدة ماي موجودة وماي متصلة بالمنشأ. This structure is disjointed بقول لك ان هذا المنشا ما هو مترابط مع بعضه بسبب وجود هذه العقده. طبعا اذا العقده بنعرفها نحن برا ما بنهتم فيها، لكن حتى تكون امورنا كلياتها 100% طبعا حلل و100% بس اعطاك التحذير ان في عندك warning مثل ما شفنا بالدروس السابقه هاي تحت تصاميم الجسور مثل ما شرحنا بيعطيك المينيمم الريكوارد ستيل والنسبة الأصغرية والرو ماكس والرو مينيمم وبيعطيك الكريتيكال نيجاتيف مومنت والبوزيتيف مومنت وبيعطيك الريكوارد ديفلوبمنت لينكس وبيعطيك ماكس مينيمم اكشوال بار سبيسنج مسافة بين البار وبيعطيك هون مثل ما نقول السكشن مسافات من 0 لـ 4.5 بيعطيك الريفورسمنت ستيل مقطعه بتروح بين مخطط العزم السالب والموجب وبيعطيك النيجاتيف مومنت وبيعطيك البوزيتيف والنيجاتيف مومنت. لاحظ معي هلا بنرجع بنشوف تصميم الاعمدة. شوف تصميم الاعمدة كمان اعطاك قوة تحمل بي زيرو بي ان ماكس بي بالانس المومنت بالعزم التوازني واللامركزية للبالانس سيكشن كونديشن. بنشوف بخط الترابط اعطاك كل الحمولات القوة النظمية والعزم المقاوم الاسمي ورسم مخطط الترابط للعمود. راح تشوف لكل الاعمده يعطاك نفس الشيء وبيعطيك تسليح العمود 8 فاي 40 وبيعطيك الفاي اللي استخدمها 0.65 ممكن تغيرها من الاستاد اذا حبيت ترفع. طبعا بعود للديزاينر وبيعطيك التاي بار نمبر 12 سبيسنج المسافه بين التايز او الستيروبس. ستيروبس للبيم تايز بنسميها للاعمده بنقول تاي. هاي بخربطوا فيها احيانا او كلياتنا بنخربط فيها بالمواقع بدل ما نقول تايز بنقول ستيروبس العمود لكن هي بيسموها التاي. اذا هذا تصميمنا وهذا درسنا وبنشوف هون نو برابر بار ارينمنت از بوسيبل. هون معناتها اذا ما عندي توزيع للحديد مظبوط بالعمود لازم ازيد المقطع. طبعا عندي هي مساحه الحديد وبالنسبه للمقطع بتشوف نسبة الحديد قد تتجاوز النسبة العظمية اللي حاطينا بالكود نحن. نو بروبر هاي لازم انتبه فيها ما بيعطيك انت خطأ بالديزاين بس توزيع الحديد عندك ما حسن يوزع لك يا الاستاذ لازم تزيد المقطع. بنرجع لدرسنا هل كيف بدي اشيك انا بروم التولز بقول له تشيك مالتيبل ستراكشر. لاحظوا اني عندي ستراكشر 1 ستراكشر 2 السبب اني في عندي اورهان سمريا اورهان نود يعني عقدي يتيمي بنلاحظ عليها بنعلم عليها بتصير ماركت باللون الاحمر مثل ما انا ملاحظين عند السبورت. طبعا لو لغير السبورت راح تضل العقد لحالها. اذا عندي اثنين منشأ انا لازم اتاكد اني عندي منشأ واحد فقط. برجع
بطريقة تانية غير اثنين منشا، بقول له في عندي دوبليكيت نود، اذا عندي معرف عقدتين بنفس المكان بقول له صفر توليرانس، بقول لي نو دوبليكيت. فاهم؟ برجع للتولز بقول له هل عندي ممبر دوبليكيت كمان معرف بين عقدتين اكثر من عنصر، نو دوبليكيت ممبر. اوكي، نرجع للأورهان نود، يعني العقد اليتيمي او العقد اليتيمي لايت هايلايت، اعطاني هايلايت. الان ممكن اعمل ديليت امحيه، ديليت. نعم، لما بمحيه بعمل اي تعديل بروح عمليه التصميم والتحليل اللي عملها الاستاذ، لازم ارجع اعمل له رن من اول وجديد. نرجع نشوف اني مالتيبل ستراكشر، يقول لي لا عندي ستراكشر واحد انا ناظر عندي لاني محيت النقطه. برجع بعمل عمليه التحليل رن اناليسز، لاحظوا معي زيرو ايرور، زيرو وارنينج، زيرو نوت. نقول له دن. اذا حبينا نشوف مخطط العزوم هون، لاحظوا معي مخطط العزوم، ممكن اخذ انا مخطط العزم لكل فريم لحاله، بجي بشوف هل عقدي هاي 101 مثلا، بقول له لاحظوا معي من هون من هل الايكون او الايقونه هاي، بنقول له بطن هون بظهر لي يا اما المستوي اكس واي اكس واي، يا اما واي زد، يا اما اكس زد. خليني اختار العقد 101 وبالمستوي اكس واي راح يطلع معي الفريم الاول، بنقول له اوكي. لاحظوا معي هذا الفريم وهذا مخطط العزم. اذا بدنا نشوف القوى بنروح ل البوست بروسيسنج ابلاي، اوكي، نرجع نقول له عزم من ريبورت من ريزلت، بنقول له فيو فاليوز، بنختار من البيمز، بنختار الماكسيموم بندنج مومنت والاند والميد بوينت والاند، وبيعطيني القيم موجوده. طبعا اذا عملت زوم انا بتبين معي اوضح، نلاحظ معي القيم كيف بتمد معي. الماكس 49 كيلو نيوتن بالمتر. طبعا هذا لازم انتبه انه هو لحالة التحميل المختارة عندي هون، اذا غيرنا حالة التحميل اللي احنا الكومبينيشن، لاحظوا اوتوماتيك بتغير معك القيم. مرور للحالة الثانية بتتغير القيمة، شوفوا لاحظوا، عفوا، اذا اخترنا حالة التحميل ثلاثة شوف 165 كيلو نيوتن بالمتر، رجعنا للثاني صار 49، رجعنا للاولى 72. اذا هي حالات التحميل مع مخططات العزوم لكل فريم. اذا حبيت انت تصممها او تطبعها بامكانك تطبعها وتحطها بالمذكر الحسابي. المذكر الحسابي بنجي لهون ستاد اوت بوت، نطلع اعطيني الديزاين مع اللود اللي عندنا، وعندي 521 صفحة. طبعا عدد الصفحات انت بتختارهم بعملية اختيار. نحن لما قلنا له برنت قلنا له برنت اول، ممكن نقول له نو برنت، بيعطيك بس الرئيسي التصاميم والانتقالات مثلا جون ديسبيسمنت او الممبر سيكشن، وبيكون عدد الصفحات بيقل. اذا حبيت تكثر عدد الصفحات اطبعها مثل ما هي وقدمها للاستشاري. درسنا اليوم بنتهي، وبتمنى ان شاء الله نشوفكم بدروس قادمة. اذا في اي استفسار، اي ملاحظات، اي سؤال، ممكن بالتعليقات تكتبوه، ممكن تراسلونا، ما في اي مشكلة ان شاء الله. السلام عليكم.